صبحكم الله بالخير من دوقة المضيلف. المضيلف الواقع بين القنفذة والليث، في هذا المكان سطر أحد أبناء هذه المنطقة ملحمة عظيمة في صناعة المعروف. المعروف كلمة عشناها وتربينا عليها ما توجد في قاموس كثير من الشعوب. صناعة المعروف من القيم اللي المفروض نهتم فيها ونعلمها عيالنا ونحافظ عليها، لأنها خاصية من خواص العرب. في الغرب يستهجنون اللي يقدم المساعدة بدون مقابل، لذلك تجي تفكك المجتمعات عندهم، ولو يلقون واحد طايح في الشارع ينازع روحه بيموت يتركونه وما لهم دخل فيه. المجتمع اللي ما فيه صناعة معروف تفشى فيها الأنانية. المعروف انك تساعد المحتاج ولا تنتظر شكر. المعروف انك تدفع من جيبك اذا كنت مقتدر ولا تنتظر رد. المعروف من القيم السامية اللي يحاولون مفتونين الغرب انهم يخلصونه منها بقصده وبغير قصد، بعبارات انا وش دخلني، لا يكون مخلفه وناسيه وتناسه. قول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. علم عيالك صناعة المعروف ومجتمع كل حولك وانت اصنع المعروف، ولا تسمع كلام اللي يقول خير ان تعمل شر ان تلقى. ما سمعت الآية ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ولا تعمل بمثل اعمل خير وارمه في البحر، ارمه على اللي يقول خالدين فيها وكذلك جزاء المحسنين. واعرف ان صناعة المعروف ما تقتصر على التجار والمقتدرين، واكبر دليل صاحب قصتنا اليوم من هذا الموقع هاشم الشهابي. هاشم الشهابي عسكري بسيط يتقاضى راتب بسيط من هذا الموقع من هذه المحطة اللي على مثلث دوقة المضيلف. سطر لنا هاشم أعظم قصص صناعة المعروف اللي كنا نظن أن أصحاب القصص هذه لا ما عندهم في مجتمعنا وأنهم ماتوا. هاشم هذا موظف في جدة عسكري براتب زهيد، دقوا على أهله وقالوا إحنا نحتاج مقاضي، جاب له 700 ريال مدري تسلفها مدري من وين جابها، وراح لهله ويوم جاء ماشي العصر بيجي يجيب لهم أغراض من المحطة ويتقضى لهم ويخلي له 100 ولا 150 لسيارة يعبي بها بنزين يرجع جدة. لكنه جاء وتفاجأ أن في هذه المحطة واحد جاي وقاطعته سيارته بنزين معه جيب، وراعي السيارة ما معه فلوس كاش، معه صرافة، وكانت ما في صرافات زي ما نشوف الحين في المحطة. الكلام هذا قبل 22 سنة. قام رأي السيارة وصار يدور على الناس اللي معهم سيارات فخمة يقول لهم يا الربع أنا قاطعني البنزين وأبغاكم تعطوني 200 ريال توصلني. الرجال متعطل في المحطة ولا معه كاش، ما معه إلا الصرافة والمحطة ما فيها صرافة، وصار كل ما زل واحد وكل ما جاء واحد معه سيارة فخمة يوقفه يقول يا ولد أبغى لي 200 ريال لين توصلني جدة وحولها عليك. الناس كلهم يعتذرونه. هاشم شاف الموقف هذا ولا معه إلا 700 ريال وجاي من جدة يمكن 300 كيلو ولا 200 كيلو عشان يجيب له أغراض ويعبي سيارته 93 ويرجع بها دوامه، لكن ما طاوعته نفسه. هاشم الشهابي صانعين المعروف ويروح له وقال انت وش تبغى وش ناقصك يا الأخو؟ قال ما ناقصني شيء. هو شاب حالة هاشم والسيارة قال ما ناقصني شيء وتوكل على الله. قال الناس للناس ولا تغرك المظاهر، اطلب وش تبغى. قال والله ناقصني فلوس، أبغى 200 ريال توصلني جدة لأني قطعتني السيارة من البنزين ومن العائلة. قال له هاشم مبشر ويطلع 700 هاشم يعطيه اياه. قال لا والله ما اخذها، انا حاجتي 200. قال والله ما ترجع، انت مسافر ومعك عائله وعلى الخط، يمكن اضرب عليكم كفر. الرجال المتعطل حن على حاله هاشم وعرف انه رجال ما هو غني وانه جايبها بجهد، وصار يتعذر منه ولا بيحرجه يقول لا 200 تكفيني وباخذ 700. لكن هاشم كريم قال شفت المحطه هذه؟ قالي وشفتها. قال هذه محطتنا، عشان يبغيه ياخذها. ان الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى يخال غني وهو مجهود. هذا هو الكرم. الرجال فهم ان المحطه ما هي لهاشم، لكن عرف انه ملزم عليه انه ياخذها، وانه قال ان المحطه لي عشان يسطيه وياخذ منه. بالفعل اخذ 700 وراح، ورجع هاشم مع الخط هذاك خط دوقه لهله ما معه لا كثير ولا قليل، لا عب سيارته بنزين ولا جاب له مقاضي ولا يقدر يرجع جده يداوم. الرجال يوم جاء رايح طلب رقم حساب هاشم أي يعطيه، لكنه أخذ رقم الجوال بالقوة، قال أعطني رقم جوالك ومشى. أخذ رقم الجوال ومشى. ويوم جاء عند أهله هاشم قالوا له أهله وين المقاضي؟ قال الفلوس ضاعت. لا والله ما ضاعت، والله ما ضاعت يا هاشم الشهابي، اللي راحت في المكان الصحيح عند الله سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. جاء هاشم عند أهله ضايقت به الدنيا لا تقضى ولا يقدر يجي عمله، ما عنده ولا ريال. يوم جاء الليل ليلين والاتصال اللي جايه من واحد اسمه محمد الغامدي زميله، سلام عليكم، عرف انه يبغاه يداوم بكره والرجال ما عنده فلوس يداوم. رد عليه قال يا محمد ماني فاضي يداوم وسوي اللي تسوي. قال يا ولد انت غلطان، انا الرجال اللي قابلتني في المحطه هذه، المحطه اللي ورانا دحين، اللي قابلتني في المحطه وانقذتني انا وعيالي ويسر الله عليك وبيض الله وجهك، شيك على حسابك. الرجال واصل وطلع رقم حساب هاشم وهو ما يدري.
قال كيف شيك؟ قال شيك على رقم حسابك. قفل الرجال راح هاشم للمغيلف، المغيلف فيه صرافات، يوم جاوا في الحساب 15700، 700 حقت هاشم وال 15000 قهوة من محمد الغامدي لهاشم الشهابي. القصة الواقعية الحقيقية اللي هذه القصة الواقعية الحقيقية في زمننا هذا اللي سطرها البطل هاشم الشهابي في محطة غادير قبل 22 سنة على مفرق دوقة طريق المغيلف. لذلك صناعة المعروف من خصائصنا اللي المفروض ان احنا نحافظ عليها ونعلمها بنائنا والجيل الجديد. ذا الحين بنتصل عليه اتصال مباشر ونسمع صوته، ويشرفنا وشرف لي ولكم ان شاء الله ان احنا نسمع صوت البطل هذا صانع المعروف ونسمع وش يقول. سلام. السلام عليكم يا هاشم الشهابي، صبحك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دوبني عرضت موقفك المشرف وسردت القصة كاملة، الموقف اللي والله المفروض أنه يدرس الجيل الجديد. الله يسعدك. الله يسعدني سعدك حبيبي. والله أني أحس بالفخر وأنا أكلمك. تفضل طال عمرك. أبشر أبشر. القصة هذه حصلت عليك؟ نعم نعم حصلت علي. طيب وش، انا والله سردت القصه وكفيتك انك تعيد القصه من اولها، لكن وش نصيحتك للشباب والجيل الجديد؟ الله يسعدك. والله نصيحتي طال عمرك لاي شخص، اذا واحد محتاج شيء لا يبخل عليه بشيء من جهده. الله يبيض وجهه. لا يبخل عليه من جهده، سواء كان خدمه او ماديا، اللي يقدر عليه اللي يقدر عليه لا يبخل شيء، حتى لو كان بالكلام الطيب. الله يبيض وجهك ويجمل حالك، والله ان قصتك والله انها تشرف الاجيال والله العظيم. وانا اهداك وانا اهداك. توفق. طيب اي خدمه لك الله يطول عمرك. وانا اهداك والله ما استغني يا حبيبي، ما استغني. الله يكثر من امثالك يا حبيبي. وانا اهداك وانا اهداك حبيبي. الله يسعدك يا الله. السلام عليكم. عليك. بمثل هذا نفتخر ونتشرف.